السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي المختار، مبروك عيدك ودمت متألقا في هذا الميدان ان شاء الله، ودمت دائما من أبرز الوجوه العربية إن شاء الله في هذا الميدان. نستفيد منك كثيرا كلنا، جميع العرب، جميع الأوطان العربية وحتى خارج الدول العربية. عمي المختار، أخوك من المغرب، أعيد وأبارك لك العيد وأقول لك أريدك أن تساعدني في هذه المشكلة. يا عمي المختار، غيرت الكلاتش ديبرياج، الفولا موتور، الديسك، البلاطو والبيتي. كان عندي فيهم مشكلة عندما تعمل السيارة وعندما أريد أن أسكتها، وكانت تقرقب، يعني تبقبق كما نقول نحن المغرب العربي، كما تبقبق يا عمي المختار. المهم، أخذت ديبرياج كامل جديد، ركبت عند ميكانيكي او معلم، كما نقول هنا في المغرب، معلم للسيارات، ركبتها وصار معي مشكله بعد ما بدلت هذا الكيت او هذا الدبرياج. الدبرياج هو جيد، جديد يعني بالريفيرنس بتاعه، عملت تغيير زيت للعلبة السرعة كما نصحت في أحد فيديوهاتك، أنت قلت أحسن زيت يعني 75-80، عملت 75-80 وصارت معي مشكلة يا عم المختار، وبالخصوص في السرعة الثالثة. عندما أغير للسرعة الثالثة وأضغط على دواسة الوقود، يعني ضغطة قوية، أسمع دقة كالتقاء الحديد. عندما رجعت عند الميكانيكي يقول لي ان العلبة السرعة يعني لازم تتغير، وعلبة السرعة ما فيها مشكل، يعني السرعات تدوز يعني بسلاسة سواء كانت السيارة تعمل او لا تعمل، او يعني ساكت يعني غير تعمل، يعني لا مشكلة في علبة السرعة. وأنا أشك أن هذا الميكانيكي عمل غلط، خصوصا عندما أرجع أجزاء السيارة كما سأريك من المختار، وأخرج علبة السرعة وركب الديبرياج، ولما رجع علبة السرعة رجعها بصعوبة لأن الكاردة الكبيرة بتاعت العجلة يعني لم يشيلها، لقى صعوبة لأن الأكس الكاردة أو العكوس كان خارج ولقى صعوبة، ركبها بصعوبة وعملت السيارة. أنا أشك أن مشكلة في هذا الكرسي أو القاعدة أو القاعدة الخلفية أو هذا العكوس الكبير، يعني لما أرجعه بصعوبة هنا وقعت المشكلة. ومما زاد من الشك يا عمي المختار أنه بدل للفلتر وخلاه يتنفس وما صارت الطنوبيل تعمل، وأراد أن يخوي الهواء من السيركوي وفتح هذا وهذا، ولما عملت السيارة ووجد المشكل من هنا من الفلتر وأعاد تزييره، خلالي هادو مرخوفين وصار المازوط يسيل منهم وصار المحرك يرتعد، وخفت وقلت أن المحرك مشافي. ولما تفرج في فيديوهاتك وبريفيت يعني هنا وهنا، وجدت أن هنا المازوط وهنا المازوط، يعني الوقود هنا وهنا الوقود. ولما سيرتهم بساروت رقم 16 سيرتهم جيدا، يعني ما صار الوقود لا من هنا ولا من هنا، يعني صارت الأمور جيدة وصار المحرك ثابت. ولكن المشكلة بقت لي في هذه السرعة الثالثة كما قلت لك، وسأريك الآن إن شاء الله سوف أعمل للمحرك. يا مشكلة في المحرك، محرك جيد، كل شيء جيد يا عمي المختار، ولكن المشكلة في هذه كما قلت لك. اسمع،
هذا ما لدي من اخبار ومن مساعده ومبروك يعني مرض الهيد عليك وعلى جميع الشعب التونسي ان شاء الله، وارجو ان تساعد من المختار، وشكرا لك كثيرا. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هذا جانا سؤال من اخونا من المغرب، عنده فورد، والفورد هذه صار فيها اشكاليه نتاع امبرياج دبريابل، هذاك اللي يبالي يعمل صوت كيف يشغل السياره ويطفيها كيما وقت يخدم ويسكت. طبعا خذاها الميكانيكي، هذا الميكانيكي باش يبدل له الامبرياج، شرى له امبرياج كامل، شرى له كيت كامل تاع دبرياج، ويقول بعد ما يعني هو المفروض هبط الموتور كله، يعني نزل الموتور كله، اللوطه هو وعلبه السرعه والدنيا كلها، وبدل الامبرياج في عقله وبعد يرجع عادي مش مشكله. انما هو ما حاول يفك، يعني فك علبه السرعه اللي هي البوته فيتاس، فكها في مكانها ضيق المكان برشا، وزيد خلى الكاردون اليمين يعني راكب في مكانه، مش كي يجبد يجبد معناتها البوات ويقعد الكاردون راكب في مكانه، يعني اللي هو السمياس سموه الكوع ولا كوز ولا حاجه كيما هيك، الكاردون اليمين. طبعا وقت هبط نزل البوات هو من بلاصتها وركب الامبراج نتاعو وجاي يركب، صارت له اشكاليه في التركيب، ما حبش يدخل الكاردون في البوات. ليش؟ لان فما اشكاليه في سياره الفورد وفي بعض علب السرعه في بعض السيارات، بالاخص في الفورد. الفورد فيه اشكاليه كون علبة السرعة انت وقت اللي تجبد الكاردون من مكانه وما تعملش احتياط باش الساتليت ما يتقلبوش، يتقلبوا الساتليت ما عادش يركب الكاردون. ها شوفوا لاحظوا معايا هنا صبعي ايش نعمل كيف نقلبها. شفت كي قلبتها كي سكرت للمكان، شفتوا كي سكرت، هاو نرجعها تو، ها شفتوها هكذا رجعت. هذه اللي ما فيقش بها ريتها هون سكر المكان، شفتوا سكر المكان، تولي الكاردون ما عادش يدخل، يعني الكاردون هنا اللي تشد ما عادش يدخل. هذه تتقلب بسهولتين، نسموها احنا ساتليت في وسط لعبة السرعة، هذه نسموها كورونا، ساتليت نتاع كورونا. هذا شفتوها كيف تتحرك، شفتوها، شوف هذيك تو كان نزيد شوية ونولي وقتها ما عادش نقدر نرجعها إلا ما نفرق، إلا ما نفرق علبة، إلا ما نفرق علبة السرعة قطعة قطعة باش نوصل للمكان اللي فيه الساتليت هذاك. فأخونا هو ممكن صار معاه الإشكالية هذه، هذا الاحتمال الأول اللي ممكن يكون سبب في الصوت اللي عنده في علبة السرعة، هو هدايا فك علبة السرعة وركب عاود ركب الساتليت ونسى رونديل، أو خاطر فما كالات فما ديكال لاتيرال سموهم نتاع الساتليت، رونديلات نحاس هذوك يعملوا كلاج للساتليت. يمكن هو يعني هذا الاحتمال اللي شكيت فيه أنا، اللي يكون الساتليت هذا يتقلب له. باش نفهمكم اكثر، شفتوا هنا تو هنا المكان كيش مسكر وهنا كيش مفتوح، كي بيجي يحط كاردون هو وهذه دارت منه تقلبت باش تقوى عليها كسره او يعمل فيها حاجه، شفتوا لان فما فرق هنا، شفتوا كاردون هنا يعني باش يدخل وهنا يدخل عادي ما في حد شيء، خاطر هنا المسنن او الساتليت مقابل ومفاس ماهيش، اما هنا سي دارت كعبه الساتليت دارت اللي هي يدخل فيها كاردون هذاك، يعني دارت ماش ينجم يدخل. وهذا اللي صار معاه، هذا المشكل اللي صار معاه هو باش احصل في العمليه هذه، وهذه تصير برشا وصارت لنا حتى احنا قداش مره، يعني رغم اننا نعرفوها وناخذ احتياطنا لكن ننسوا، كان نهزن نهبطوا البوات ولا الموتور ننسوا ما نحطلهاش حاجه باش ما تدورش، تدور لنا تراسينا نفركوا البوات ونعاودوا نركبوها في مكانها باش نجموا نركبوا الكاردون. هذه تصير برشا ويعني نتاع سهوه واحيانا نتاع قله صنعه، وكل واحد شو اللي تصير معاه. لما تفك علبه السرعه كلها ومن بعضها كلها تفكها من هنا، انا هذه علبه السرعه بركه يعني حبيت اصور عليها، يفكها لازم كلها يفكها طرفين باش يوصل لهذيا للكورونا المحطوطه باش يقدر هنا كي سكرتها انا قلبتها باش نوريكم كيف تتقلب، ريتو كذا، هاو تو باش نرجعها في مكانها، شفتوا؟ ولي يدخل الكاردون عادي،
وليدخل كاردون عادي ما في شيء، انما هي وقت ان اي واحد يخرجها من مكانها العلب السرعه البوات تتقلب منه هذه من غير ما فيها، شوف تتسكر، كي تتسكر هو يقعد حاير. انا كان عامل دوره كامله تو كان لو كان نعملها دوره كامله نخسرها البوات، لازم نفركها باش نعاود نرجعها هذه. فهو باش يثبت من صاحبنا حل البوات ونصلح المشكل هذا ولا يجي لمكان البونات هنا، ريت البونات هنا هذوما المكان هذه طبعا علبه السرعه قديمه مش جديده، يجي هنا المكان البونات هذوما فيهم، شوف فيهم مكان حلان ولا فيهم، شوف مكان مفتاح ولا، وشوف ما فما كول ولا لا، فما يعني سيليكون ولا فما يعني هو باج جوان دور الداير يحاول يثبت، اذا كان فما الاثر معناتها هو صارت له المشكله وحلها. هذا الاحتمال الاول اللي بشي. الاحتمال الثاني كونه هو ركب فيها وتكسرت، تكسرت منه حاجه في البوات فعل بالسرعه، لان تو انت يقول هو ان هي ما كانش عنده موجوده الحكايه هذه، علاش؟ لان اللي نسمع فيها انا والصوت اللي موجود في الفيديو هو صوت حاجه في وسط البوات كي الساتليت كي البنيون، فما حاجه قاعده التكتك، ونجم يكون حتى كروزيون تاع كاردون احيانا يعملها، لكن هذا ما ينجم تحصلوا بالضبط وين الا ما يكون الميكانيكي اللي خدمها صادق، لانك انت تقول ما كانش عندي الصوت هذايا، معناتها صار بعد ما خدمت الامبرياج. هذا اللي هذا انا اللي توقعته، ان شاء الله تكون العمليه صحيحه وتنفعك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.